رفضت الرقابة على المصنفات الفنية التصريح بعرض فيلم 18 يوم رغم ضخامة العمل وكمان كثرة النجوم فيه سواء الفنانين أو الكتاب أو المخرجين، وده كان بسبب كثرة الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء في الفيلم، وشافت الرقابة إن فيلم زي ده ما ينفعش يوافقوا عليه. فيلم 18 يوم شارك في إخراجه 10 مخرجين وشارك كمان 8 كتاب في كتابة السيناريو الخاص بيه وتعاونت في إنتاجه 3 شركات إنتاج. والفيلم بيحكي عن 10 قصص مختلفة دارت أحداثها خلال ثورة 25 يناير ولكل قصة منهم عنوان مختلف. شارك في إخراج الفيلم شريف عرفة ويسر نصر الله وخالد مرعي وأحمد علاء ومروان حامد ومريم أبو عوف وشريف بن داري وكاملة أبو زكري، وشارك في بطولته أحمد حلمي، منى زكي، هند صبري، ناهد السباعي، آسر ياسين، عمرو واكد، أحمد الفشاوي ومحمد فراج. تكلمش يا معتقل ولا ما توجه لك سؤال؟ ما تمدش ايدك عليه من غير إذن مني. افتكرتني همشيك صح؟ بقى فيسبوك وتويتر وجامعة أمريكية والشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب ما في شيء بتاع يوسفني يا عصام. أقولك أن اللي طلع 600,000 مات منهم 2,800 بني آدم. وشارك كمان في كتابته تامر حبيب وعباس أبو الحسن وأحمد حلمي وبلال فضل. فيلم 18 يوم تم تنفيذه من سنة 2011 بعد ثورة يناير مباشرة وشارك في مهرجان كان. وقصة الفيلم هي احتباس للمخرج شريف عرفة ودخلي خارجي ليسر نصر الله وتحرير 2-2 لمريم أبو عوف و19-19 لمروان حامد. ولما يجيك الطوفان إخراج محمد علي وخلقة ربنا إخراج كاملة أبو زكري وحظر تجول إخراج شريف البنداري وكعك التحرير إخراج خالد مرعي وشباك إخراج أحمد عبد الله وحلق الثورة إخراج أحمد علاء.